عكس الطيار مع محمد زيدان. في درب المهمة الصعبة، في درب المهام الصعبة، في الطريق نحو السلام، مشهد ملبد بغيوم الغموض ومطر علامات الاستفهام والتعجب المنهمرة على قارعة جنيف. الصراع السياسي الذي وصل إلى نقطة تحول جذرية يوشك على قرع الأجراس لمعركة الخاسرين بموقعة أخرى للغانمين الأكثر حيرة. الشارع الملتهب الغاضب وهو في نزال يومي مع الحياة السوداء حرفيا يقاد ويجبر ويدفع إلى خانة أخرى، مرحلة انتقالية جديدة تقود نحو المجهول الجديد، إلى وجوه عتيقة بصيغ جديدة، لكن ثمة حزم على حزم من الاستفهامات حول مصير وطن في غياهب الغيب لا يعرف من التالي. طابت أوقاتكم. السيدات والسادة، فيما نقترب من أكتوبر رويدا رويدا ويقترب موعد الحوار أو هدراز جنيف أو المفاوضات، سميها ما شئت، يزداد الغموض في فرض التعاظم حول مستقبل هذا البلد. كيف ومتى هي التساؤلات المسيطرة الآن، ولكن الآن هو الأهم، هل المطروح يمثل الحل؟ هل المطروح هو الترياق للأزمة الليبية أم ماذا؟ تقرير سونيا عاتي. مهما كانت مجريات المشهد السياسي الليبي اليوم، ومهما كان حجم الخلافات ونتائج المسارات وتقييمها، إلا أن سكوت البنادق وتوقف الحرب هو من أكبر مكاسب الفترة الراهنة. ومن ضمن الحلول المطروحة بالتوازي مع الحوارات، تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، علماً وأن إعادة هيكلة المجلس ليس بالموضوع الجديد، إذ تم تناوله سنة 2017 و2019. الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية الذي أتى بحكومة الوفاق نص على أن يعمل الرئيس مع نائبين، لكن هذا البند تم تعديله فيما بعد، ووصل عدد الأعضاء إلى 9 لضمان تمثيل أغلب التيارات والأقاليم. الاجتماع المقبل المقرر إقامته في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة سيناقش قرار إعادة الهيكلة من ضمن نقاط أخرى. والمتداول أن الإعلان عن التركيبة الجديدة سيكون منتصف أكتوبر القادم، خاصة إن نفذ فايز السراج استقالته وترك السلطة نهاية الشهر المقبل. بالنظر للتعامل الدقيق مع إعادة الهيكلة الذي استأثر على اهتمام الداخل والخارج، نستنتج أن هناك تعويلاً كبيراً على هذه الخطوة لتوضيح ملامح المشهد القادم ولضمان استقرار سياسي في البلاد وإطالة أمد السلام والتوصل لتسوية بعيدة عن الحرب. فهل لهذا التغيير الثقل والنجاعة المنتظرة منه فعلاً؟ وكيف ترى الأطراف المتداخلة في الأزمة الليبية إعادة الهيكلة؟ فربما بعض الأسماء إن وضعت لن تخدم مصالحها. الواقع العسكري والأمني في البلاد لطالما كان عاملاً لتأزيم الأوضاع أو هدوئها، وبما أن مسار 5+5 المنبثق عن مخرجات برلين لم يصل حتى الآن لاتفاق، سيكون من الصعب التحدث عن تسليم سلس للسلطة أو تغيير مقبلاً، رغم تأكيد منظمة الأمم المتحدة على دعمها لقرار تعديل المجلس الرئاسي. حساسية الوضع وتعقيداته يحتم علينا التمعن في عمق هذه الخطوة وخلفيتها، فالتقليص من عدد المجلس يعد ظاهرياً الأهم، لكنه لا يقل أهمية عن أسماء الشخصيات التي سيتم تنصيبها، والتي يجب أن يتوفر فيها شروط كثيرة وتحظى بالقبول من أغلب الطبقة السياسية والأطياف والحساسيات، ولا بد أن تنال الثقة من الأقاليم أيضاً. وللأسف الإجماع أو شبه الإجماع في ليبيا شيء يضاهي المستحيل. أيام بوتيرة متسارعة وبمتغيرات جمة، لكن بما أن الحوار سيد المواقف فلا مانع إن طالت أو قصرت، المهم تجنيب الليبيين الدم والويلات والوصول بهم إلى بر الأمان.
السيدات والسادة، بر الأمان هو ما يحتاجه الليبيون في هذا الوضع الحرفي أو الوضع الأسود الآن في هذه الصورة القاتمة، سواء كانت سياسياً أو معيشياً، وما يعيش الليبيون وهذا الشارع الذي يغلي يوماً بعد يوم. ما نطرحه في هذه الحصة حول نجاعة، الحلقة الماضية سألنا في آخر محور حول نجاعة الحل المطروح عبر جنيف، ولكن نعرف أن هذا الحل حتى الآن لم يظهر. البعثة الأممية والانتقادات الموجهة لها في مسألة عدم الإشهار وتوضيح ما الذي يحدث في خارطة الطريق ومن يدير هذا المشهد الآن، لجان وأرقام نسمعها وتسريب أسماء من هنا وهناك رغم صمت هذه البعثة التي انتقدها كثير من المدونين في هذا التوقيت. يسعدني أن يشرفني أن يكون معي في هذه الحلقة عضو لجنة الحوار السابق والمستشارة نعيمة جبريل عبر زوم من القاهرة، ومن زنتان عبر سكايب عضو مجلس النواب الدكتور عبد السلام نصية، ومن طرابلس عضو مجلس الأعلى للدولة السيد عبد القادر الحويري، وأيضا المحلل السياسي عبر سكايب من مدينة مصراتة السيد إسماعيل الوحيشي. دعوني أذهب مباشرة إلى مستشارة نعيمة جبريل. حضرة المستشارة أرحب بك في عكس طيب حتى تكون الصورة جاهزة مع سيادة المستشارة نعيمة جبريل. دعوني أذهب مباشرة إلى طرابلس مع السيد عبد القادر الحويري عضو مجلس الأعلى للدولة. سيد الحويري أرحب بك في عكس التيار، طابت أوقاتك وشكرا جزيلا لقبول الدعوة. الأسئلة يعني مشهد ملبد كما يقول البعض بكثير، ولكن يبقى السؤال الأبرز قبل أن ندخل في التفاصيل، هل ما هو مطروح أو يراد لنا أن نفهمه هو الحل، هو يمثل الحل الآن بالنسبة للأزمة الليبية عبر بوابة جنيف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نرحب بك ومشاهدي قناة الوسط وضيوفك الكرام. أهلا بك. طبعا الحل هو حتى هذه اللحظة هناك الغموض البناء. للأسف البعثة ما زالت تراود وتسير على خطى المبعوث السابق، لأن موظفي البعثة هم نفسهم المساعدين لاستيفاني هم الذين عينهم غسان سلامة، ويسيروا في نفس المسار الذي فشل فيه غسان سلامة للأسف. ولكن على الليبيين أن يفهموا أن الحل ليس بيد البعثة، بالرغم من أنهم قدموا عدة محاولات وعدة مبادرات للحل. المبادرة الوطنية لإنقاذ ليبيا قدمها خبراء ليبيين من مجلس التخطيط الوطني وهيئة المصالحة، ولكن للأسف 2014 للأسف البعثة لم تلتفت إليها. المشروع الوطني لتأسيس واستقرار الدولة الليبية قدم للبعثة 2016 ولم تسمع به. الرؤية الوطنية لحل الأزمة الليبية قدمت لغسان سلامة 2018 ولم يلتفت إليها. الليبيين قدموا مبادرات عدة، ولكن البعثة تتجاهل هذه المبادرات. سيد الحويري، يهمني رأيك المطروح الآن. رئيس ونائبين ومرحلة انتقالية 18 شهرا ورئيس حكومة منفصل، حل ولا مش حل؟ رأيي هذا عبث بمصالح الليبيين. اللي يفترض فيه الحل موجود، الحل لدينا هيئة تأسيسية منتخبة أعدت لنا دستور، بالإمكان على مجلس النواب ومجلس الدولة تعديل الإعلان الدستوري وتمرير هذا الدستور بدون استفتاء، لأن الهيئة منتخبة. طيب، والإخوة الأمازيغ بالرغم من أنهم لم يشاركوا في صياغة الدستور ويقرون هذا أفضل مسار للمسألة، ونتجه إلى انتخاب رئيس وبرلمان وسلطة تشريعية، هذا هو أسرع حل إذا أرادت البعثة فعلا أن تحل. طيب، لمدة 5 سنوات وبعدها يعدل هذا الدستور. نعم. طيب، يعني هذه الكلمة مسألة الدستور يعني استمعنا إلى كثير من الردود الآن، لكن دعوني الآن أنتقل إلى الدكتور عبد السلام نصية. دكتور عبد السلام أرحب بك في عكس التيار، طابت أوقاتك. في هذا التوقيت وما يحدث الآن هناك غموض يكتنف كل شيء.
ولكن دعني أسأل الآن الأسئلة التي تبدو صعبة كما يقول البعض، هل ما يطرح الآن في داخله مقاربة للواقع، مقاربة لانعكاس المشهد في وريقات جنيف، أم لازال لم تتضح الصورة بعد سيد نصيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا أستاذ محمد، وتحية ليك وإلى قناتكم الموقرة وإلى السادة المشاهدين وإلى ضيوفك الكرام. أنا سبق وإن تحدثت معك في هذا البرنامج، وإن كان الحديث كان قصير، ولكن أنا ما زلت مصر على 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 ما أقول، بأن يعني هالغموض للآن، إلى الآن الحقيقة ما 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 سمعناه أو ما ترشح أو ما يدور، الحقيقة هو ما زلنا أن كل ما يقترب الليبيين من إيجاد حل، أو كل ما الليبيين يقترب من الحديث عن إيجاد حل حقيقي، يتم الذهاب بنا إلى مربع السلطة وإلى مربع تقاسم السلطة وإلى مربع كيفية تقاسم الوزارات والمناصب السيادية، ويبدأ حقيقة الجري، ويبدأ معناها الكلام والحديث وتلهاي الناس. لكن إلى الآن الحقيقة في جنيف ما يترشح عن جنيف أو التشويش اللي حدث في المسارات الأخرى، الحقيقة الحديث لم يرس القضايا الجوهرية الحقيقية اللي فعلا هي مفتاح لحل القضية الليبية. شوف الآن الحقيقة المشكلة في إرباك كبير، في غموض في جنيف، وفي إرباك أيضا في مسارات أخرى. يعني نحن لاحظنا في مسار في المغرب، مسار في سوتشي، مسار بيانات تصدر من هنا وهناك، تأييدات من هنا، مواقف من هنا. مع هذا لم لك وقصة إن جنيف والحديث عن بدء الحوار والمماطلة، وما زال الحديث عن قصة الرئيس والنائبين ورئيس الوزراء، هذه معالجة لفترة، هل قد يعني نتفق عليها جميعا؟ مش هي المشكلة، ما هيش هي المشكلة في ليبيا الحقيقة. يجب أن اليوم نضع نقاط الحروب، بأن جرنا إلى مربع قصة إن كل القضية في ليبيا هي مجرد رئيس ونائبين ورئيس وزراء، هذا الحقيقة عبث، وهذا تدوير، وهذا إعادة. طيب. أنا لتهيالي أن الموقف ناتج إلى الآن ما فيش إجماع دولي على إيجاد حل القضية الليبية، هذه هو السبب الرئيسي. طيب، لكن دكتور قبل أن أعود إلى السيد الحويلي، الآن يعني كيف ترى أثر أننا نحن ماضون في اتجاه أكتوبر، ومن نصف أكتوبر هناك حديث كثير عن إعلان مجلس رئاسي جديد ورئيس الحكومة، وحتى اللحظة لم نسمع نتائج المسارات الأخرى؟ يعني هل المضي في مسار السياسي وتعديل المجلس الرئاسي والحكومة ومرحلة انتقالية هو الآن الأساس السليم والانتقال السليم، أم انتظار المسارات الأخرى كالمسار العسكري مثلا و5+5؟ دكتور عبد السلام. إيه طبعا، هم ليش؟ لأن هذا المسار المشوق، هذا المسار اللي فيه المصالح، هذا المسار اللي فيه المناصب، فهو دائما هذا هو الطعم، هو هذا المشوق اللي يخلي الليبيين يتجاروا وينتقلوا من مدينه الى مدينه. والان تسمع فيها الحديث، كل واحد يجري برئيس وزراء، والحديث عن رئيس وزراء، ومن يكون بالمجلس الرئاسي ومن ما يكونش بالمجلس الرئاسي، واهملوا باقي القضايا الاخرى اللي في المسارات الثانيه واللي مهمه. انا معك، لا يمكن الحقيقه الحديث عن حل القضيه الليبيه اليوم بعد ما شاهدناه، لان الحديث هذا بتاع المناصب وبتاع رئيس الوزراء وبتاع المجلس الرئاسي ما هو كان مطروح في 2017، ما توصلنا فيه الحل في 2017. لماذا اجهض الحل في هذاك الوقت واليوم اعادته؟ اليوم لا يمكن يعاد بعد ما حدث في ليبيا، ما حدث بعد الحرب والدمار والقتل والانقسام والتدخل الخارجي. الآن الحل، أنا أقول لك، أي حوار ليبي لا يتناول قضية يعني وضوح جدا في آلية المسار الدستوري، ولا يتناول شرعية السلاح والوضوح فيها وكيف معالجتها، لن ينجح هذا الحوار. طيب. ولن يرى أي نجاح، لن ينجح هذا الحوار. سأتي إلى أسئلة أخرى في المقابل مع يعني الحديث عن عدم نجاح هذا الحوار، لكن سيد الحويلي، وانتظر انضمام السيدة نعيمة جبريل وسيد إسماعيل المحيشي. سيد الحويلي، كيف سيكون الأثر الآن على الوصول إلى صياغات توافقية دعني أسميها، ويسميها البعض إلى يعني أشياء كثيرة، ولكن كيف يمكن الوصول إلى صياغات توافقية والمسار الأمني و5+5 لم ينضج بعد؟ برأيك لماذا، وما تفسير ذلك؟ هو الحقيقة خروج البعثة بهذه الطريقة وبهذه السرعة
ومحاولة كل ممثل أن يضع بصمة بدون مراعاة مصلحة الشعب الليبي فلن تنجح أي محاولة. الحقيقة ما تقوم به البعثة مخالف لقرارات مجلس الأمن 2259 الذي اعترف بالاتفاق السياسي الليبي، ومخالف لقرار مجلس الأمن 2441 الذي يصر على أن المجلس الرئاسي هو السلطة الشرعية إلى حين الانتخابات والحوار بين مجلس الدولة ومجلس النواب، ومخالف لقرار مجلس الأمن 2144 لسنة 2014 الذي يؤكد على أن الهيئة التأسيسية جزء من الحوار الليبي والذي تجاهلته البعثة حتى هذه اللحظة. نحن في المجلس الأعلى الدولة لن نوافق على حل السلطة التنفيذية بنفسه بحد ذاته. إما أن يكون باكج كامل للسلطة التنفيذية المناطق لكن رئيس رئيس هذا المجلس مجلس الدولة سيد المشري هو من ضمن هذه المسارات سيد الحويلي. طبعا هو ليس من ضمن مسارات، هو رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومخرجات ما يخرج عن الحوار لا اللي يفترض فيه أن الأسماء لا تطرح في جولات الحوار حتى تحل. نضع المعايير ونضع الآليات لتولي هذه المناصب، أما الأسماء بعد أن يتم الاتفاق. أنا لا أقصد الأسماء، أنا أقصد أن سيد المشري، أنا لا أقصد أن المشري سيد المشري سيكون ربما في جسم آخر جديد وأنت أشرت إلى ذلك. أنا أقصد أن رئيس هذا المجلس هو مرحب ويدفع بهذه المسارات الآن المطروحة، شارك في بوزنيقة وهناك وفد منكم، وهناك حديث على في مونترو وشارك وفد منكم، وكذلك أيضا الآن في اجتماعي الأخير مع السيد السراج يتحدث عن تمسك بخطة برلين والحديث الآن على 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 جنيف، وبالتالي هذه سياسة المجلس الأعلى للدولة أنه في ضمن هذه المسارات. سيد الحويلي، سياسة المجلس الأعلى للدولة ألا يترك الكرسي شاغر، يجب أن يكون حاضر في كل الجلسات مع كل الأطراف، هذه سياسة. لهذا تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة، لا نريد أن نكون غائبين ويفرض علينا ما يتم الاتفاق عليه فيما بعد ونندم كما ندمنا على أحداث سابقة. طيب، تندم على ما ندمنا على الأحداث السابقة. الآن دعوني أرحب بالمستشارة نعيمة جبريل عضو لجنة الحوار سابق، لا أعرف سيادة المستشارة إذا كانت لازالت عضوة في لجان الحوار أم لا، لكن سيدة نعيمة أرحب بك في عكس التيار وطابة أوقاتك، شكرا جزيلا لقبول الدعوة. الآن الحديث عن حوار جنيف يبدو أن المهمة صعبة وليست بالهينة، ولكن الجميع الآن ينتقد خانة الغموض التي ركنت إليها هذا الوضع، وبالتالي أسأل سيادة المستشارة، هل هذا الغموض كما يسميه البعض الغموض البناء سيدفع ويطرح نتائج جيدة للليبيين، أم ما رأيك في عدم الوضوح الخارطة، عدم وضوح الأسامي المشاركة، عدم وضوح هل تم اعتماد الآليات التي اتفق عليها في مونترو أم لا؟ كل هذه الأمور الآن التي تطرح في السابق، هل هذا تعطي صورة أم لا؟ أسعدت مساء أستاذ محمد. الحقيقة أن أنا دائما يعني متفائلة وأملنا أن يكون اختيار رئيس ونائبين وحكومة وطنية، وهي حكومة أسمح تكون للمرحلة الجاية، لأن نحن في مرحلة استثنائية صعبة جدا بعد الحرب اللي حصلت، فضروري من أن يكون هناك حكومة نستبدلها بدل المجلس الرئاسي اللي ثبت فعلا فشل ولم يستطع أن يحل مشاكل المواطن ولا أمنيا ولا اقتصاديا ولا من أي جانب من الجوانب. وبالتالي لابد أن نحن نصل
في لجنة الحوار بإذن الله في جنيف يصلوا أخواتنا وإخواننا ويشعروا بالمسؤولية ويشكلوننا حكومة الأزمة هذه. الحكومة لازم يكون عندها طبعاً برنامج، تقدم برنامج وأولويات اللي تكون عندها. فالبرنامج يحط لنا مقاربة شاملة تعالج كل المشاكل الموجودة، لكن أهم حاجة لازم يكون عندنا جهة واحدة، حكومة وطنية تشرف على المرحلة الانتقالية القادمة، بالذات إجراء انتخابات، بالذات إجراء الانتخابات، وتشرف على توافر الشروط المطلوبة لهذه الانتخابات. وأهم حاجة إن إحنا ما يعني يجب أن لا يتصور المواطن إن الحكومة الجاية حتحل كل المشاكل. على الإطلاق هذا الجلوس على الطاولة بدل لكن يراه البعض عبث سيادة المستشارة. ليس عبثا يا أخي، تفاءلوا، انشروا التفاؤل. ليش يكون عبث؟ يعني أنا عندي ثقة كبيرة في لجنة الحوار القادمة في جنيف، لأن هم حسوا بالمأساة في خلال السنوات اللي فاتت هذه. يجب أن يكون عندهم فعلا ثقافة حوار، ويجب أن ينصتوا، ويجب أن ينصتوا لأنين الشعب، يجب أن ينصت لجنة الحوار لأنين الشعب، للنازحين، للمهجرين، للمبتورين الأطراف، لمعاناة المواطن الليبي والمواطنة الليبية اللي هي وصلت مرحلة غير متصورة يعني في الواقع. فيجب أن إحنا يكون عندنا حكومة حتى يكون من ضمن أولوياتها مثلا، طبعا لازم عندها بيكون برنامج، هي أول حاجة أن يتحقق لي حد أدنى أو حق معقول من الأمن هذه الحكومة حتى نستطيع أن إحنا نديروا انتخابات. هذا ليس حدث. لا لكن 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 سيادة المستشارة، سيادة المستشارة، يا لا أعرف إذا كان البعثة تعتمد أسلوب يعني تحطيم وتهميش الشرعيات وعدم الاعتراف بالشرعية في هذا التوقيت، ولكن لجنة فيها أكثر من 80 عضو مع أعضاء مجلس دولة ونواب، هل بإمكانها تتوافق ولا هي لجنة كما يصفها السفير السابق في فرنسا السيد شيباني بوهمود أن اللي ماشيين يهدرزوا؟ لا يعني لا يمكن، يعني هم قالوا نفس الكلام هذا يا أستاذ محمد إذا تذكر، طعنوا فيه في لجنة الحوار السياسي الليبي اللي من 5 سنوات واللي وصلت الاتفاق الصخيرات، واللي أنا نعتبر الاتفاق هذا قد وقع في غفلة من الزمن. أخذ 1.5 سنة، صعب الليبيين هم يتفاوضوا يجلسوا على الطاولة. إنما أنا عندي أمل، عندي أمل أن يكون الأطراف اللي حتجلس اللي هي الأطراف المتصارعة اللي هي فعلاً متنازعة، مش أي أطراف طبعاً، ممثليها الحقيقيين يجلسوا على طاولة التفاوض. لازم نقدم تنازلات لبعضنا، لازم يكون عندنا ثقة في بعضنا، وإلا لن نصل إلى أي مرحلة. يعني هل نترك المواطن؟ هل نترك الوضع؟ هل نترك التدخلات الأجنبية اللي إحنا فيها؟ القرار السيادي المضروب، هل نترك المرتزقة يرتعوا في بلادنا؟ هل نترك تركيا تدير لنا قواعد، ولا روسيا تدير لنا قواعد، ولا يعني بصراحة لازم طيب. يكون في المجلس الرئاسي لن يستطيع، لأنه هو لأن الدكتور عبد السلام نصيه معي الآن وسيد الحويلي يرى يعني برأي مختلف في اتجاه هذه المسألة، بالدفع أن لا وجود أساس دستوري. لكن ابقى معي سيادة المستشارة، دعوني أعود مرة أخرى إلى الدكتور عبد السلام نصيه. دكتور عبد السلام نصيه، يعني كل ما يحدث الآن للأسف هذا هو المسار الوحيد المطروح، وبالتالي بدلا من انتقاده يقول البعض عليكم أن تدفعوا به وتساهموا في تقريب وجهات النظر في هذا التوقيت لوضع حل، لأن الوضع حرج وحساس، ليس كما كان قبل 5 سنوات. الدكتور عبد السلام نصيه، يبدو إن, إن, إن الفكرة ما وصلتش، وأرجوك أستاذ محمد تعطيني فرصة شوية خلصها. أنا أتفق، أنا نقول لك ما في مسار آخر للحوار إلا تحت مظلة الأمم المتحدة، وأنا شخصيا أرفض نقل القضية الليبية لأي مسار، أرفض نقلها إلى المغرب أو إلى موسكو أو إلى القاهرة أو إلى باريس أو أي إلى مكان سواء صديق أو قريب، وإنما عندناش حل أمام الليبيين إلا مسارات الأمم المتحدة. وبالعكس نحن كلنا تفاؤل، ولكن الحقيقة الواقعية تقول إن نحن ما نريده، وأنا لا يهمني الحقيقة في هذا الظرف بعد اللي مرت به ليبيا الآن أن يكونوا 80 أو يكونوا 100 أو يكونوا 120، وأيضا لا يهمني بصراحة من هم، المهم أنهم ليبيين، لأن في صديق قال لي هي ممدوغة
يبقوا من يزمطها بس. لكن على الأقل اللي ممدوغة هذه يبقوا من يزمطها نحن اللي نحكوا فيه الآن ونشددوا عليه. هو يا إخواننا مسألة إن نحن نقول قضية ليبيا بس في رئيس ونائبين ورئيس وزراء، هذا خطأ كبير جدا، وهذا تأجيل للحرب، وهذا استمرار للفوضى، وهذا استمرار لعدم قيام الدولة، ونحن لا يمكن أن نسمع بذلك، وهذه معارضتنا. نحن لا نعارض اللقاء، لا بالعكس، نحن نشجع أمس مش نبوه بكرة، لكن نبو أن ما يطرح دكتور فيه دكتور أو ما ينتج عنه. دكتور أنت تتجاوز مسألة الأسماء، وأنت تعرف أن هي أصلا هي سبب إشكالية، ومازال ما يعني مازال ما فتح باب النقاش على هذه الأسماء، ولكن تعرف أن سبب من الأسباب الوضع الحالي هو من يحكم دكتور، يعني هذه نظرة أيضا واقعية. أنا معك، أنا اليوم وصلت لقناعة معاش يهمني من يحكم، بس أني قضيتين بس يحسمهم لي في جنيف، لو حسموا هذا من القضيتين يحطوا من يحطوا. ضيفك الكريم أو ضيوفك كلهم يتحدثوا عن وصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، باي سؤالي لو لم يحسم هذا المسار بدقة وبآلية متناهية في جنيف ويحددوا لنا مواعيد وتكون الآلية واضحة أن فعلا نصل بعد سنة بعد سنتين بعد خمسة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية أنا موافق، لكن أن يترك هذا الأمر في غموض يعني نحن ما زلنا في المراحل الانتقالية ولن نخرج منها ولن يتحسن الوضع في المستقبل. ما نكذبوش على بعضنا، طيب. بكل صراحة بكل شفافية اليوم أصبح فيه دم. القضية الثانية قضية السلاح، إذا لم شرعية السلاح تحدد بصورة دقيقة، وأنا مستعد نشرحها في حلقتك هذه إذا كان الوقت يسمح، إن لابد من وضع. أنا لا أتحدث بالمناسبة، لا أتحدث عن نزع السلاح، أتحدث عن شرعية السلاح وتنظيمها. اليوم السلاح في ليبيا كله شرعي، طيب. الكل يدعي شرعية السلاح. إذا لم نصل في جنيف إحنا الليبيين إلى تقنين هذه المسألة وتحديد من هو القائد الأعلى ومن هو رئيس الأركان وكيف يتم التنظيم على الأقل في هذه المرحلة الانتقالية إلى أن نصل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، إذن إحنا نخشى ما نخشى أن نضع حكومة ونكرر نفس ما حدث في الصخيرات. طيب. نحن متفائلين نبو، طيب. الحوار، لكن نبو المخرجات تكون صحيحة في القضيتين. طيب يعني هذه القضيتين مشكلة. طيب أنت الآن مع الحوار مع جنيف، يجي من يجي يقعد من يقعد، لكن أنت تبي حسم في هذه القضية. سأعود مرة أخرى أطرح سؤال مهم جدا على سيادة المستشار وسيد عبد القادر الحويلي فيما يتعلق بالذهاب سياسيا وتجميد العمل العسكري، ماذا يعني ذلك والمضي قدما في هذا الأمر. بعد الفاصل نعود في عكس السيار، حوار جنيف، المهمة الصعبة وخانة الغموض. السيدات والسادة، هذا عكس التيار، حوار جنيف، المهمة الصعبة وخانة الغموض. ورحب بضيوفي الكرام من جديد. سيد الحويلي، في طرابلس يعني مسألة التحديات الآن والعقبات، الكل يقول ويتحدث عن أن هذا الوضع يعني يجبر جميع الفرقاء لتقديم تنازلات، وليس وضع العصا في الدولاب كما يقول البعض، الحديث عن المسار الدستوري وغيرها من الأمور، هذه كلها تعطيلية مع أن الوضع لا يتحمل المزيد من الوقت. وبالتالي لماذا لا تدفعون باتجاه هذا الحوار؟ لماذا لا تدفعون بمرحلة انتقالية مرة أخرى واضحة، رئيس ونائبين ورئيس حكومة و18 شهر؟ سيد الحويلي، ونرحب بالمستشارة نعيمة. طبعا نعم نسمع فيك، نسمع فضل فيك. فضل سأجيب على سؤالك، بس عندي سؤالين فقط أو ثلاثة للسيدة المستشارة. اللقاء في جنيف على أساس المادة 64 بحكم المستشارة أحد الموقعين على الاتفاق السياسي، هل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني، لماذا البعثة لم تدعو لجنة الحوار السياسي الموقعة على وثيقة الصخيرات؟ والجزء الثالث، ولماذا لم تدعى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذا الحوار بالرغم من أنها مذكورة في الاتفاق السياسي؟ والسؤال الأخير على برنامج الحكومة،
هناك برنامج في الاتفاق السياسي لعمل الحكومة، هل هذا يعتبر غير مناسب للحكومة؟ طيب، وإن فشل المجلس الرئاسي في تطبيق هذا البرنامج لا يعتبر عيباً في هذا البرنامج. أستاذ عبد القادر الحويني، أعطيك مهمتي اليوم، أنت تدير هذا الحوار، جاوبني على سؤالي. سؤالك يا أخي، إحنا في المجلس الأعلى للدولة نرى حل الأزمة الليبية بالحوار والانتقال إلى مرحلة انتقالية رابعة يعتبر عبث بمصير الشعب الليبي. يعني والحلول أستاذ عبد القادر، هذا رأيك أم رأي مجلس الدولة؟ يعني ما في بنفرقوا في المسألة، هذا رأيك ولا رأي مجلس الدولة؟ إذا كان رأي مجلس الدولة فهذه يعني في إشكالية أخرى، فيها كم من الأسئلة الآخر. يعني المجلس الأعلى للدولة أصدر بيان، والرئيس أرسل رسالة خاصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص المسار الدستوري، ويجب إما أن نستفتي على الدستور أو يعتمد هذا الدستور أو تدعى الهيئة التأسيسية لحضور الحوار القادم للدفاع عن هذا الدستور. يعني هذا واضح. أما الدخول في مرحلة انتقالية تالي رابعة فهذا يعتبر عبث ومضيعة للوقت. هذا رأي أغلب أعضاء المجلس الأعلى للدولة. لا، لكن الإعلان الدستوري لقح وعدل. الإعلان أيضا ارتفاق الصخيرات الذي ولد منه مجلس الدولة وخرج خلال خمس سنوات الماضية لم يتحدث عن المسار الدستوري ولا لجنة صياغة مشروع الدستور، رغم هذا حديث جدلي وأنت تعرفه سيادة قدر الحويلي. لكن في هذا التوقيت يعني أنت تتحدث عن مطالبات أخرى، عن رأي آخر لا يمثل الرأي المنعكس من سيد خالد المشري ومن أعضاء الذين حضروا حتى في بوزنيقة. طبعا الاتي، ما انحضر في بوزنيقة هذا يعتبر مشروع تشاوري يؤسس عليه الحوار. الحقيقه ما ينبثق على لجنتي الحوار المنتخبتين من مجلس الدوله ومجلس النواب هو الذي يعتد به. يعني اما المجلس الاعلى للدوله منذ اول ما سلم لنا الدستور من الهيئه التاسيسيه وانجزته اصدر قانون الاستفتاء وحوله الى مجلس النواب وبدوره يا استاذ عبد القادر. سيد الحويلي، انا مش موضوع الدستور، موضوع الدستور في اطرافه وفي اعضاء وفي جدال كبير، قد حوارات كثيره حول الدستور عليه اشكاليات كثيره. انا اتحدث هنا عن المرحله الانتقاليه. انت رضيت ان تكون مجلس الاعلى للدوله خمس سنوات في مرحله انتقاليه ولم تتحدث سيد عبد القادر الحويلي؟ لماذا هذه 18 هي المشكله؟ لماذا 18 شهر جايات الان وليبيا في حاله رثة تعارضون هذا المسار؟ تحدثنا مرارا وتكرارا للأسف عدم دخول المجلس النواب في الاتفاق السياسي بصورة قوية جعل موقف المجلس الأعلى للدولة ضعيف، لأن المجلس الأعلى للدولة يعمل بالتوازي مع مجلس النواب. أي نقطة يجب أن يقرها مجلس النواب ويقرها مجلس الدولة. رأينا ما حدث عندما أرادوا تنصيب محمد الشكري. مجلس النواب بنفسه حاول الانفراد وتنصيب محمد الشكري كمحافظ. مرة أخرى أنا أدفع الكرة باتجاه ملعبك سيد عبد القادر. سيد عبد القادر اعذرني، أنا يعني مباصي في الكرة بالليبي في ملعبك تقذف فيها في ملعب آخر، يا ملعب لجنة الهيئة التأسيسية يا ملعب مجلس النواب. لكن سأعطيك سؤالا الآن وأريد ردا حاسما حول ما تفضلت به. هل نعتبر حديثك هي شروط إذ لم تتوفر سيقاطع مجلس الأعلى للدولة جلسات الحوار القادمة سواء في سويسرا أو في مونترو أو في بوزنيقة؟ لن يقاطع مجلس الأعلى للدولة، قلت لك سابقا، أي جلسات يجب أن يكون موجود فيها. أنا أتحدث عن الشروط إذ لم تتوفر هذه الشروط التي ذكرتها. لا، الشروط هذه سنسعى من طريق عن طريق الحوار ضغط بها والدفع بها عن طريق الحوار. صاحب الحجة هو الذي يقنع. أما أنك تغيب ضاعت شروطك. طيب، يجب أن تضعها على الطاولة. يعني حاضرين وتبرهن. طيب، لماذا وضعت هذه الشروط؟ طيب، ممتاز. مرة أخرى سيدة نعيمة جبريل أعود إليك سيادة المستشارة. يعني أنت تحدثت عن الظروف الآن التي تقود إلى الدفع باتجاه جنيف ولو كان شنصار، لكن في المقابل هناك سؤال
يعني أسئلة كثيرة الآن، ربما سيد عبد القادر قدم سؤالين، لكن من أهم الأسئلة الآن كيف أن يتم الدفع باتجاه حوار جنيف ومسار 5-5 لم ينضج بعد سيادة المستشارة؟ نعم، بالنسبة لمسار 5-5 هو عقد جلسات، عقد بعض الجلسات لكن توقفت. أمتى ستبدأ هذه الجلسات؟ إن شاء الله نحن نأمل في القريب العاجل، لأن مخرجات برلين أصرت على وتبنت اللي هو مخرجات برلين اللي وافق عليها مجلس الأمن وتبناها، هذه مظلة دولية للحوارات الثلاثة اللي حتصير في المسارات سواء الأمني ولا السياسي ولا الاقتصادي. وبالتالي حتبدأ هذه اللجنة، أكيد حتبدأ في المسار بتاعها، ولكن ما نعرفوش الأسباب اللي معطلها لعند الآن. لكن بـ 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 بكل بساطة الحرب اللي كانت موجودة يا أخي، فعطوا الناس فرصة خليها تبدأ في الحوار. يعني أنا نستغرب إثارة موضوع الدستور، قاعدة دستورية موجودة يا أخي محمد، هو الإعلان الدستوري موجود، أجريت عليه انتخابات ثلاثة مش واحدة، وأنا أرى أن فقط نحتاج قانون انتخاب، فعلا نحتاج قانون انتخاب، هذا مجلس النواب، إذا فعلا مجلس النواب التأم واستطاع أن هو يعقد جلساته وانضموا ورجعوا زي ما كانوا في الأول وتحملوا مسؤولية أصوات الشعب اللي هو وضع فيهم الثقة، يجب ألا يتخلوا عن الناس اللي وضعوا فيهم الثقة. أنا للأمانة يعني أحترم كل أعضاء مجلس النواب شخصيا، لكن مجلس النواب كمؤسسة يا أستاذ محمد للأسف فقد الإحساس بمعاناة الناس، فقدوه. ينتقدوا من يومين مجموعة طرابلس تنتقد اتفاق النفط، اتفاق النفط اللي وقع اليوم، طلعت ديلي هيلز أول شاحنة للخام من ميناء الحريقة، يعني معناتها بدء الإيرادات ووصولها. يعني يا أخي خلينا نمشي خطوة، أنا مانيش عارفة الهجوم المكثف هذا، أما حكاية الغموض كل الاتفاقات. لا لكن سيادة المستشارة، رويدا أنا أسأل سيادة المستشارة، أن نحن نحكوا على 17 الجاي أن في رئاسي وحكومة، الجميع قال هذا المسار الوحيد مش مشكلة، لكن الفكرة المسألة في الآلية، كيف أن يتم الخروج يعني تشكيل جسم سياسي وعدم انتظار النتائج العسكرية، أليس في هذا خلل ولا الأمر عادي سيادة المستشار؟ والله هناك رأي يرى أن لازم نحسم المسار الأمني الأول ثم نتحول للمسار السياسي. أنا أرى أن المسارات الثلاثة تمشي في خط مستقيم، لأن المسار العسكري يعني ناس منضبطة ويصلوا إلى نتيجة بأسرع ما يمكن. المشكلة في المسار السياسي، لازم يبدأ يا أستاذ محمد، لازم تحلحل لجنة جنيف وتبدأ تشتغل، وابعدوا كل الشبهات سواء في معايير الاختيار سواء في الغموض البناء اللي موجود. هذه طريقة الأمم المتحدة، لأن الوضع صعب، لابد لكن إن هو يكون طيب في بعض الغموض. طيب سأعود إليها الجدال. نعم. يعني هذه طريقة الأمم المتحدة، لكن من حقنا نعرف سيادة المستشارة إيش اللي يصير، ولا مش من حقنا؟ من حقك تعرف، ومن قال لك لا مش حتعرف، أنت حتعرف، يعني لجنة الحوار لما حتجتمع حتعرض عليها. طيب أنا هي يعني. سيادة المستشارة، هو الخوف الوحيد أن يكون كل شيء قاعد كيف ما هو، الصورة موضوعة وتم الاتفاق وينتظروا في إخراج فقط، حتى هناك من يتحدث حتى الأسماء تمت وضعها في المجلس الرئاسي الجديد، لكن سأعود إلى هذه النقطة. يا أستاذ محمد، محمد شنو البأس اللي يصير فيما لو كان أصلا صعب الليبيين؟ أنا يهمني نعرف المستشارة نعيمة جبريل هي رئيس الرئاسي ولا لا، يهمني أن نعرف. لا هذا مش اختصاصنا إحنا الآن، هذا اختصاص لجنة الحوار، حتجلس وحتدخل كل التعديلات المطلوبة على الاتفاق السياسي في إطار مخرجات برلين، هذا مهم جدا في إطار مخرجات برلين، لأن في هناك لجان متابعة يا أستاذ محمد. أنتوا بس ما يعني استفتحوا وقولوا بسم الله وألف الميل يبدأ بالخطوة. طيب. خلينا بس نديروا، خلينا نزيحوا هالمجلس الرئاسي هذا ونجيبوا حكومة تستطيع أن هي تشتغل، حكومة أزمة. طيب. رئيس ونائبين دكتور... وحكومة ممتاز أزمة. ممتاز دكتور عبد السلام نصية، استمعت إلى رأي سيادة المستشارة يعني في مسألة التوقيت وفي مسألة أيضا هذه اللجنة القادمة في جنيف، وخلينا نستفتحه في مرحلة جديدة الآن في هذا التوقيت. لكن بنسأل دكتور عبد السلام،
في هذا التوقيت شنو المقاربة التي نفهمها من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدخلات الدولية؟ بمعنى أن إذا فصلنا الأمر معسكرين، معسكر شرق وغرب، لكل هذه الفسطاطين دول تدعمه، وبالتالي هل الأمم المتحدة ستقدم ضمانات أو تطمينات إذا كان اتفاق برلين لم ينفذ، لم يفعل، الأسلحة اللي عند اليوم توصل؟ شوف، يعني حقيقة العواطف، الجياشة والأمنيات شيء جميل وأي واحد يقدر يقولها، لكن الواقع يختلف تماماً. الحقيقة نحن لما نتحدث بالعواطف عن حياة شعوب وعن معاناة شعوب أمر مستغرب جداً. يعني صراحة لما نتحدث بعاطفة ونقول لا وخلي يمشي، وبعدين نشهد معاناة شعب ونشهد تشرد ممكن ينقسم البلاد، هذا شيء كارثي التفكير بالطريقة هذه. أنا أستغرب الحقيقة يعني السيدة المستشارة تبسط في الأمور وكأنها ما خدتش عبرة من الصخيرات. ليش هم في الصخيرات مثلاً ما كانتش في آلية لقاعدة دستورية؟ ما ليش بتكلم عن الدستور، أنا نعرف أن الدستور فيه مشاكل. أنا طلبت بقاعدة دستورية أو شيء يقودنا إلى انتخابات بعد سنة، بعد سنتين، بعد ثلاثة، هذا اللي طلبناه من جنيف. هل السيدة المستشارة مش موافقة على أن بدل ما نجري وراء الرئيس والنائبين واللي قلنا حطوا من تحطوا وديروا من تديروا، لكن على الأقل خلونا بعد سنة ونص ولا بعد 18 شهر تكون في آلية واضحة تقودنا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ هل الكلام هذا يعتبر تعرقيل؟ هل الكلام هذا الكلام العاطفي هو عكس الكلام هذا بصراحة؟ لما يجيك واحد يقول لك لا والله لا 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 خلونا دكتور نمشي. دكتور عبد السلام، شو المطلوب دكتور عبد السلام؟ دكتور المطلوب الآن، المطلوب الآن بصراحة أن يركز في أول. أنت أثرت، لا أنا أقصد أنا أثرت هذه النقطة، نعم، يعني كيف مسار يسبق مسار. لكن أنا خلينا أسألك سؤال دكتور عبد السلام، أنت تقول لي أنت شنو المطلوب دكتور؟ إذا كان هذا هو المسار الوحيد، هذا ما وصلت إليه الأمم المتحدة، ولجنة الحوار لم تبدأ بعد دكتور، يعني عطيها حتى النفس غير يجتمعوا قبل وبعدين نطلب منهم دكتور عبد السلام. لا نحن لأن البوادر، الحقيقة البوادر الحديث اللي ساير الآن بلجنة الحوار إنهم ماشيين على شأن رئيس ونائبين ورئيس وزراء وكيفية تشكيل هذه السلطة التنفيذية، هذا أمر خطير جدا. نحن نبوهم يحكوا ويقولوا لا نحن ماشيين على الموضوع هذا، ماشيين على أن الفترة هذه 18 شهر حيكون فيها وبدقة آلية واضحة للوصول إلى قاعدة دستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وماشيين إلى معارضة قضية السلاح. إذا طرحوا هذه القضايا، مجرد الطرح والنقاش ما بين الليبيين، هاد 80 اللي زي ما قلت لك، أنا لا أعتقد أن حيكون هناك حوار بين 80، لكن مع هذا حتى ولو كانت ممدوغة زي ما يحكوا هم ونحن نظبطوها صح المرة هذه، مش نكرروا نفس خطأ اللي مصغيرات. إجابة على سؤالك بتاع التدخل الخارجي وهو مهم جدا، أنا عندي نقطتين. نقطة 5+5 أنا أتفق معك، هذه واحدة من المعالجات اللي نحكي فيها على صناعية السلاح، بس بشرط أن يتغير موضوع 5+5، مش إيقاف إطلاق النار، إلى معالجة شرعية السلاح. طيب. النقطة الثانية بتاع التدخل الخارجي، نعم هذه مهمة جدا. أنا قلت لك يبدو لي من تخبط الأمم المتحدة وأن التردد اللي ساير، ومرة نسمع فيه لقاء في المغرب، وهذه مرة نسمع لقاء في سوتشي، مرة نسمع لقاء في شني، هذا يدل على أن المجتمع الدولي غير متوافق على القضية الليبية وما زال يناور. طيب. وما زال غير دكتور عبد السلام غير توافق الليبيين دكتور، أنت يعني يا ريت يتوافق مجلس النواب الذي حضرتك أنت واحد من أعضاء، يعني هذه بروحها قصة. إذا المجتمع الدولي تطلب من المجتمع الدولي أن توافق، وإذا كان مجلس النواب الليبي من جهة من أرض واحدة غير متوافقين. لكن دكتور يعني أنا فهمت منك كأنك تقول اللقمة ممضوغة غير يزرطوا بس، يعني كأنك أنت تشكك في أن اللي صاير في جنيف سيكون مسرح فقط، إخراج لأسماء بعينها ورئيس ونائبين ورئيس الحكومة وتوقيع ومراسم والناس تصفق يعني في مشهد تمثيلي، هذا اللي فهمته من كلامك دكتور عبد السلام. يعني 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 يا استاذ محمد لما تقول لي يوصل العدد لجنه الحوار، لا لا دكتور جاوبني على هذا الكلام، انت مقتنع يا دكتور لديك ادله ان اللي بيصير في جنيف هي لقمه ممضوغه واتيه غير يزرط الليبيين؟ 85 كيف بيناقشوا؟ بالواقع يقول هيك 85 شو بيتحاوروا وشو بيناقشوا 85؟ كيف يفتح لو يعطون كل واحد منهم 5 دقائق نبوا شهر باش يحكوا الليبيين كل قلوبهم معبيه باش يحكوا؟ لكن مع هذا كله حتى ولو كانت مجهزه، حتى ولو كانت مجهزه على الاقل انا نبي من 85، حتى ولو المجتمع الدولي والدول وضاغطين علينا واحنا ارادتنا الليبيين مسلوبه وبيجيبوا لنا حل جاهز والامم المتحده بتجيب لنا حل جاهز، على الاقل انا نبي من الليبيين المجتمعيين ال 85 ان يطالبوا بحسم هالقضيتين
وان يكونوا واضحات جدا حتى نخرج من المرحله طيب. الانتقاليه بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه، المهم يكون فيه رؤيه هل واضحه نعم. للقاعده الدستوريه. عنوان العنوان العريض المرحله الان مساله المرحله الانتقاليه والتمدد وتمديد هذه المراحل، مرحله في جره مرحله والعقده تتضخم. سيد الحويلي، انت تحدثت عن ان لا يوجد شروط والمجلس الدولة سيحاور ويدخل ولا يترك مقعده، وهذه استراتيجية مجلس الأعلى للدولة، أليس كذلك سيد الحويلي؟ بالتالي أسأل، أريد أن أعرف، يعني أنا نرجع بك شوية في الماضي، ما سبب يعني مقاطعة مجلس الدولة في السابق حوارات جنيف؟ هو حوار جنيف في الجلسة هذه تقاطعها نتيجة القصف اللي حدث على طرابلس، هذا السبب، وكان وجيه مقاطعة صريحة واعترف المجتمع الدولي بذلك، وعارفين مقاطعته أن لن تؤتي إلى حل، هذا السبب كان هذا هو نعم. ولكن أريد أن أرد على هذا السبب، يعني نتيجة القصف على طرابلس، كيف معتدي يهجم عليك على بيتك وأنت تعدي تحاور بتحل المشكلة؟ فهذا هو هذا سبب المقاطعة. طيب سيد الحويلي، في أثناء هذا الحديث أريد أن أعرف ما هو مسار يعني شريككم الاستراتيجي الدولة التركية، ووقعت مع اتفاق المجلس الأعلى، مجلس الرئاسي وقع مع اتفاق، وبالتالي ما مسير هذا الاتفاق مع الجسم القادم في جنيف الذي يصف الدكتور عبد السلام نصي أنها هي لقمة قد مضغت وعلى الليبيين أن يهضموها فقط؟ اللي توقع المجلس الرئاسي المعترف به دوليا، وهذه الدولة الليبية وقعت مع الدولة التركية، وليس حكومة المجلس الأعلى الدولة أو حكومة مجلس النواب طرابلس، هذه الدولة الليبية وقعت مع الدولة التركية ووضعت في أروقة الأمم المتحدة واعتمدت ونشرت، فهذا شأن بين الدول. إذا أرادت أحد الدول مراجعة تتجه الى الطرف الاخر وترجع معه المراجعه الاتفاقيه. نعم. طيب سياده المستشار، اعود اليك في هذا الاطار، يعني ماذا لو هناك من يقول ان يعني الاطار الموضوع الان وكان مجلس الامم المتحده تريد تفتيت هذه الشرعيه، شرعيه مجلس الدوله ومجلس النواب، ويبدو اشراك 80 عضو في الحوار هو الدافع وهو المغذي لهذه النظرية تفتيت الشرعيات الآن حتى لا يكون هناك جدل. لكن سؤالي، ماذا لو فشل الحوار المسار السياسي في جنيف التي تشرف عليه البعثة الأممية؟ هل هناك بلان بي؟ هل هناك خطة باء؟ والله أنا بس خليني نعود لما تفضل به الدكتور نصية، ان الحوار هو شنو؟ هو انا نقدر نازع في نفسي انا في الداخل من اجل قبول الاخر، فهذه الماساه ان احنا ما ناش قادرين نقبل الاخر ونضعه في العراقيل، نضعه في العراقيل لمنع قبول الاخر. هذه اهم نقطه يجب ان احنا في لجنه الحوار الاعضاء والعضوات يتحلوا بنوع من يعني ملكة فن التواصل مع الآخرين، يكون عندهم تسامح سياسي حنكة في اتخاذ القرارات، يسيطروا على عواطفهم طبعا، لكن هذا لا يعني ان احنا ما نجلس على مائدة ونتفاوض. خلونا نبدو يا اخواننا الان يا استاذ محمد، صدقني سواء مجلس النواب او مجلس الاعلى، كل يدافع عن وجوده وكل يريد ان يبقى في السلطة. الشعب خرج، الشباب تحركوا، حراك الشباب يا أستاذ محمد من أجل التغيير برؤى شبابية، عطوا فرصة لناس آخرين تجي سواء في لجنة الحوار أو في المستقبل في حوارات أخرى وفي تفاهمات جديدة. لازم يكون في هناك حقوق. الدكتور عبد السلام يرى حديثك عاطفي سيادة المستشار، عذري. لا هو ليس عاطفي، أنا ليس عاطفي، بالعكس هو يرى ذلك لأنه هو لا يؤمن بالحوار اللي هو داخل نفسه بقبول هو الآخر. قال لك نؤمن به دكتورة، هو قال أنا مؤمن بقبول الآخر ويدفع بالحوار، لكن هناك مشارطات واقعية. سيادة المستشارة، أنا قبلت بالآخر وجلست معاه ووصلنا لاتفاق سياسي اللي هو الآن مازال مرجعية وموجود. لا مش هكاهي الأمور، لا ينظر إليها من هذا المنظار. أنا ننظر للي حصل في خلال 5 سنوات، وضع كارثي، اهدار مليارات، 187 مليار راحا من المجلس الرئاسي وغيره 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 وغيره، مئات المليارات.
أضف إلى ذلك الوضع الكارثي الآن اللي موجود فيه الشعب الليبي، أضف إلى ذلك النازحين، أضف إلى ذلك التدخلات الأجنبية اللي زادت بشكل لا يمكن تتصورها، أضف إلى ذلك المرتزقة اللي يسرحوا ويمرحوا في بلادنا. ماذا نعمل؟ لازم نجيبوا حكومة، لأن خلاص فشل المجلس الرئاسي، فشل يعني طيب. فشل ذريع. نجيبوا حكومة جديدة يا أستاذ عشان تقدر بس توفر لنا أمن، أمن معقول عشان نديروا انتخابات وتوفر الشروط للانتخابات. من يب الانتخابات؟ الشعب طالب بالانتخابات، الشباب رأيتهم الشبابية الجديدة، تغيير الوجوه الموجودة في بلان بي سيادة المستشارة أو لا؟ والله أنا من يومين شفت للقاء في 218 على في حوار مع مسؤول في أمريكي وهو من أصل عربي، فبيقول وهذا كلام خطير، بيقول إذا لم يستطع أطراف الحوار الوصول إلى تسوية، لجنة الحوار يحكي يعني في خلال المسارات الثلاثة وصلوا إلى حل نهائي وتسوية شاملة، خلاص لن يكون إلا أمام ليبيا الانقسام وحرب شرسة. طيب. إقليمية شرسة يا أستاذ محمد. بأموال ليبية وبأرواح ليبية. طيب فخلونا يا أخوانا صلوا على النبي، وخلونا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكن سيادة المستشارة خليني أعطيني فرصة نمشي للدكتور عبد السلام. أنا قبل نسألك يعني تمني يعني نسأل في أسئلة واقعية، هي المسألة ليست تشاؤم أو هي رؤية نقدية بأسئلة فقط سيادة المستشارة، لا أكثر ولا أقل. نعم نعم نعم. الكل يريد خليني بس نقول لك كلمة بس. وينستون تشرشل بعد الحرب العالمية الثانية بدأت عندهم المشاكل وكذا وغيرها، قال لهم إذا تبوا تبنوا المستقبل لا ترتفدوا إلى الماضي. طيب. إذا كان نبنوا إحنا لازم نطوا الصفحة. طيب. دكتور عبد السلام، دكتور عبد السلام، إذا كنت تريد المستقبل لا تنظر إلى الماضي وتترك الصخيرات للصخيرات وتترك هذه الورقات، ولكن دعني أسأل دكتور، عدم تركيز الأمم المتحدة على الشرعيات الآن في هذا التوقيت واختيار المستقلين في لجان الحوار واعتبارهم هم السند للحوارات وربما المخرج السياسي لكل ما يحدث الآن، هل تراه نهجا سليما دكتور عبد السلام نصية؟ أولا لو سمحت لي عندي رد بسيط على السيدة المستشارة. أولا أيضا حتى نرى أني قدت حوار، كان هي كانت عضو، أنا كنت رئيس لجنة الحوار ونؤمن بالحوار، وبالعكس حواري كان ناجح، ورئيس ونائبين ورئيس وزراء اللي تحكي عليه الدكتورة هذا من حواري اللي في تونس، هذه نتائج حوار تونس. لكن أيضا المستشارة كانت متناقضة الحقيقة في حديثها، تقول مجلس النواب ومجلس الدولة يبقوا، ولما نقولوا لها نبقوا قاعدة دستورية باش يتفقون عليها في حوار جنيف باش نمشي الانتخابات بسرعة، بالعكس احنا لو كان ما نبوش نمشي انتخابات بسرعة نمشي مع رأي المستشار يديروا لنا حكومة توا وخلي نمشي حتى 10 سنين اخرات وبعدين نرجع نبكوا ونلتقي أنا والدكتورة في حوار آخر، أنا والمستشارة مرة تانية وهي تحكي على حوار آخر وأنا نحكي لها على شيء آخر ونمشي وهكذا والشعب اللي بيعاني. بالعكس احنا أيضا تحكت لنا مش عارف صحيفة ولا مش عارف من قال على عرب، بالعكس الراية هي اللي بوصلنا لحرب، لأن نحن نحكي لازم نخرج من المراحل الانتقالية ولازم يكون عندنا رئيس ولازم يكون عندنا انتخابات رئاسية وبرلمانية. شباب يطالبوا بالانتخابات، نحن نقف، احنا لا نريد أن نستمر، بل بالعكس نحن نطالب بالاتفاق في جنيف على قاعدة دستورية أو آلية توصلنا لانتخابات بعد 18 شهر، ولا يحدث ما حدث في الصخيرات اللي كانت المستشارة فيه. في الصخيرات ماذا حدث؟ عندما أهمل السلاح وأهمل المسار الدستوري شين وصلنا؟ وصلنا لحرب، وهذا لا نريد أن يتكرر. نحن اللي دفعنا الدماء، نحن اللي دفعنا الدمار، ما نبوش يتكرر مرة تانية. هذا الحقيقة مش عارف أنا كيف يعني المستشارة ليش ما نحن ما نضد الحوار، بل بالعكس نبو التنازلات، نبو التنازل في الدستور، التنازل في القاعدة الدستورية، التنازل في شرعية السلاح، نبو مش التنازل في الرئيس ونائبين فقط. هذا اللي لازم تستوعب السيد المستشار، هذا اللي يحكوا عليه. أما قضيتك يعني سؤالك بخصوص تجاوز الشرعيات اللي تقوم به الأمم المتحدة الآن، أنا قد أعذر الأمم المتحدة، الشرعيات الآن فيها مشكلة في ليبيا، يجب أن نعترف، نعترف بأن مجلس النواب منقسم وغير قادر، نعترف بأن مجلس الدولة يناور ويماحك سياسيا، يمشي كل المغرب من أجل يتفاوض مع قيلة ويمشي لمكان ثاني من أجل يتفاوض مع فلان ومن أجل أنه يدير هكي ويمشي للدولة الفلانية ويمشي من أجل يعني على أقل رئيسة يتحرك بهذه الطريقة. أنا أعرف أن فيه مشكلة أيضا داخل مجلس الدولة وفي أعضاء أصدروا بيان ضد المغرب وعندهم انقسام حتى هم وجهات نظر متعددة،
الشرعيات فيها مشكله، مجلس الرئاسي منتهي شرعياته. طيب حتى هو معناه دكتور إذن الحل بلم اللي بين كل، انا اعتقد وجهه نظر صائبه، حتى لان القضايا جوهريه، لان في قضايا تمس الدستور، قضايا تمس السياسه. دكتور 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 في المقابل مش مفروض دكتور ان الجسم الجديد هذا التنفيذي والرئاسي الجديد سيضم كل هذه التوازنات على الأرض ويعكس هذه التوازنات على الأرض الواقع، وبالتالي حل الملفات الأمنية ووصول إلى الانتخابات سيكون حتمي، لأن هذه آخر إنذار وآخر مرحلة المراحل الانتقالية، لأن الليبيين شبعوا. لا يا أستاذ محمد، للأسف هذه أنت والله أثرت نقطة مهمة جدا، أنا جوهية دائما أحكي عليها. للأسف الشديد أنا أقولها بصراحة، ما فجر اتفاق الصخيرات وأفشل وما أفشل باريس واحد وباريس اثنين وباريس ثلاثة وباليرم وأبو ظبي هو إهمالنا لقضيتين، هما قضية القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات والانتقال من مراحل انتقالية وتأكيد عليها بدقة، والقضية الثانية شرعية السلاح. كيف نكرر نفس الخطأ ونقوله؟ نحن كنا نعتقد، أنا كنت زيك وكنت زي المستشارة، كنت نعتقد بأن من خلال بناء سلطة تنفيذية ورئيس ونائبين وحكومة نستطيع نتغلب على مشكلة شرعية السلاح ونستطيع القاعدة الدستورية، لكن العكس اتضح صحيح، ان هي هذه هي الاولى قبل ان نفكر في السلطة التنفيذية. انا معاها في السلطة التنفيذية، لكن قبلها لازم يكون عندنا المسار هذا محدد ومعروف. فكرنا فيها من قبل، للاسف الشديد العملية معكوسة. دكتور من بيديرها يا دكتور؟ خلينا واقعيين يا دكتور، من بيديرها؟ لا سامحني دكتور، خليني بش نعدي الدكتور السيد عبد القادر، طولت عليه، لكن دكتور عبد السلام من اللي بيديرها هالكلام هذا كله؟ اللي تطلب فيه اصلا ما تحققش، ما تحققش عبركم يا دكتور، ما تحققش عبر مجلس الدولة، ما تحققش عبر الرئاسي، يعني يتحقق صحيح معاك هذا كلام، انت متفق معاي، ما يتحققش عن طريق سلطة تنفيذية. نبوا لجنة الحوار الان، اجتماع 85 ليبي لو شددوا في هذه النقطتين وقالوا نحن مش حنروحوا من جنيف نديروا مجلس رئاسي زي ما يعجبهم، يديروا حكومة يحطوا الاسماء، لكن يقولوا نحن هذا مش حينجح الا بحل هالقضيتين هذوما، ان نحن بعد 18 شهر يكون عندنا مسار فعلا. وانا اقول لك من الخطوره من توا، انا سمعت مثلا مبادره المستشار عقيله صالح يقول ان بعد 6 شهور من الست شهور الاولى للسلطه التنفيذيه نحلوا نشكلوا لجنه جديده تكتب دستور جديد، هل نحن سنتوافق على هذا؟ من يضمن الكلام هذا يا جماعه؟ حرام نمشي في المجهول، خلينا على الاقل نضع اليه لقاعده دستوريه باش نقولوا اليوم بعد 18 شهر في انتخابات رئاسيه وبرلمانيه. طيب والا لكل واحد يحط له الكرسي بيقعد قاعد بالطريقه هذه، انتم تخلوا في الكل. طيب الان فيها عقل، يعني هذا تمهيد لما سيحدث خلال الاسابيع القادمه مع قربنا من موعد جنيف و17، كيف ما يقول المستشار في لجنه الحوار بمجلس النواب السيد فيصل بن رايق ان 17 ربما تاريخ حتمي للمشهد. بعد الفاصل سنعود مره اخرى في حديثنا عن حوار جنيف، المهمه الصعبه وخانة الغموض. السيدات والسادة، عكس التيار، حوار جنيف والمهمة الصعبة في خانة الغموض. ورحب بضيوفي من جديد مرة أخرى، وفقط أذكر أن حاولنا اتصال خلال هذا اليوم مع البعثة الأممية ومكتب الإعلام حتى نستوضح منها مسألة القوائم الآن المنشورة، ما هي الإجراءات، كل هذه الأمور، ولكن لا يوجد رد على وسائل الإعلام الليبية، ولا أعرف متى حتى متى سنكون في ضمن هذا الظلام الذي نعيشه ونتخبط يمينا ويسارا فيما يحدث الآن، ويبدأ الحديث عن تكهنات وتسريبات وغيرها. سيد عبد القادر الحويلي، يعود إليك من جديد، أنت ذكرت المشارطات وذكرت الاتفاقات، ولكن الغموض البناء الذي أسماه الدبلوماسي حسن الصغير في هذا التوقيت، هل مسألة عدم الإشهار، عدم وضوح الأسماء، لجان الحوار، المشاركين، كل هذا الأمر سيخدم القضية الآن، سيخدم هذه الأزمة الليبية سيد الحويري برأيك؟ الحقيقة لن يخدم ما تقوم به البعثة، كما قلت في السابق مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي،
مخالف للسيادة الليبية، تهميش البعثة المؤسسات الدولة الرسمية أو على الأقل منتقبة، بالرغم من أنها شرعيتها مجروحة، ولكن هذا هو الصحيح. أنا فقط أريد أن أعاقب على السيدة نعيمة. الإعلان الدستوري معيب، ما نحن فيه الآن هو سبب الإعلان الدستوري. إذا أردنا إجراء انتخابات على الإعلان الدستوري سنقع في المحظور، وهو أن السلطات السيادية غير مفصولة عن السلطات التشريعية، ونعود نفس التجربة مؤتمر وطني عام جديد أو مجلس نواب جديد وتعاد التجربة. هذا عبث. المجلس الرئاسي رئيس ونائبين، هم أتوا إلينا بالمجلس الرئاسي السابق في الحوار الصخيرات. من يضمن أن المجلس الرئاسي الجديد بيكون نفس الموضوعية؟ يعني ما لم تكن هناك معايير وآليات لاختيار مجلس رئاسي ومهام محددة ومدة محدودة وميزانية معدودة، لن نستطيع أن نبني المرحلة القادمة بصورة صحيحة. يجب ما قاله الدكتور، أنا أتني على ما قاله الدكتور عبد السلام النصية، القاعدة الدستورية وشرعية السلاح، ويتجه الباقي إلى ملف. هذا ما أتجه له. أما ما تقوم به البعثة حاليا هذا عبث. الحل كان موجود بال 2014 منذ أن حكمت المحكمة ببطلان انتخابات مجلس النواب. رئيس المفوضية العليا للانتخابات قال للسيد اليوم بالحرف الواحد، يجب أن نطلب من المؤتمر الوطني العام عقد جلسة صحيحة لتصليح تعديله الدستوري وإجراء انتخابات بأسرع وقت. رفض اليوم في ذلك الوقت. يعني البعثة وهذه الدماء التي سالت كلها تتحملها ما يسمى بالمجتمع الدولي. الحقيقة هم الذين ورطونا في المجلس الرئاسي الذي نحن لكن سيد الحويلي، أنت تتهم من جهة المجتمع الدولي والبعثة وتضع الدماء الآن على رقبة وضمير هذا العالم، لكن هناك رأي مخالف لكم أن إذا تركت المسألة لكم لن تصلوا إلى شيء، لن تصلوا إلى ولا جلسة سيد الحويلي بسبب الشروط وتعنت الأطراف بينكم وبين مجلس النواب والآخرين. أبدا، معي عبد السلام نصية في هذه الجلسة. وصلنا في 2017 إلى آليات اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي. من عطل مسار الحوار؟ وهذا سؤال للسيد عبد السلام النصية. الذي عطل هو الذي يريد هذا العبث. طيب من لكن من اللي دفع السيد غسان سلامة الاستقالة إذا كان كل الأمور وردية وبهذه السلاسة؟ ما دفع غسان سلامة الاستقالة فشله في حوار جنيف، فشله في المسار الاقتصادي، والمذكرة التي بعثت بها الهيئة التأسيسية لرئيس وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدل على أن ما يقوم به غسان سلامة ذاهب إلى الفشل. وأيضا ما أراه حاليا أن حتى السيدة ستيفاني ستذهب إلى الفشل إذا استمرت بهذه الوتيرة. طيب لكن سيد، يعني رأي السيد معزب في الحلقة الماضية يقول أن بعد إنتاج هذا الجنيف سيكون هذه الأجسام مجرد أشكال في هذا التوقيت. لكن سيد الحويلي ابقى معي، دعني أذهب مباشرة إلى سيادة المستشارة نعيمة جبريل. سيادة المستشارة، هذه اللاءات وهذه الرؤى النقدية وخروج أعضاء كثر الآن يتحدثون عن مسألة الواقعية، أين الواقعية في هذه الخطة؟ أين الواقع؟ هل ما يطرح في جنيف الذي يسوق له أن الخيار الوحيد، يعني سمعتها من أعضاء مجلس نواب ودولة أنه خلاص معنا هذا الخيار الوحيد اتخذته الأمم المتحدة، هل يعكس الواقع سيادة المستشارة؟ هل يعكس المتحكمين فيه؟ نعم، الواقع مزري والواقع مخيف، وإحنا متجهين نحو مستقبل غامض جدا. يا أستاذ محمد، خليني بس نأكد لك نقطة مهمة. إن الأستاذ سلامة وضع خطة من ثلاث مسارات. هذه الخطة تبنتها مخرجات برلين، وافقت عليها المظلة الدولية اللي اجتمعت وحدت صوتها من أجل الحوارات اللي حتصير
فيما يتعلق بالمسارات الثلاثة. تبنت الخطة اللي وضعها، بالعكس نجح السيد سلامة تبنتها، وبالتالي أيضا مجلس الأمن أصدر القرار بتبني والترحيب بهذا المخرجات. هذه نقطة لازم، بالعكس لم يفشل السيد سلامة. تحدث على أن الفساد الممنهج في ليبيا لم يذكر في أي مكان من العالم. هل نسي الأساتذة الأفاضل السيد قدور نسي تصريحات؟ بالعكس السيد سلامة هو كان مصر أن المسار الأمني يفصل فيه قبل حتى المسار. لكن اتهامات سيد المستشار، الأسامي المسربة الآن والحديث عن رئاسي جديد، هي محافظة، هي شبهة فساد سياسي حاجة. أيضا فيها شبهة. سيد محمد خليني بس نقول لك حاجة. بالنسبة للحوار في جنيف، هو فعلا ما فيش آلية شفافة واضحة طلعت من الأمم المتحدة تقول لنا من المشاركين، أو توضح لنا، قالت فقط نقطتين: اختيار رئيس ونائبين، تعديل الاتفاق السياسي حتى يتمشى مع المستجدات الجديدة. هذا التعديل احنا ما نعرفوش ايش حتعرض الأمم المتحدة. يا أستاذ محمد، لو كان الأمم المتحدة تطلع وتعرض وتقول انا نبي ندير وندير وندير، يعني انا ما بديش نقول لك ايش كان يصير على الفيسبوك وايش يصير من اراء وايش راهو. احنا الليبيين شخصيه صعبه، احنا طيب. الليبيين للاسف صعبين. خليني نرد بالسؤال، رد بالسؤال. لجان الحوار اللي اكثر من 80 اللي اسمائها منتشره وما نعرفوش هي صح غلط النفي ومن عدمه. استاذ محمد، انا عندي ثقه في السيده السيفاني، ويمكن الفرج حيجي على يديها. هي انا ناكد لك ان هي من اين مصدر هذه الثقه؟ من اين مصدر هذه الثقه؟ من اين مصدر هذه الثقه؟ وليبيات، عفوا استاذ محمد، هذول ليبيين وليبيات. احنا شركاء في الوطن، نحن شركاء. ايش اللي ضرنا في ليبيا؟ انه ما فيش عمره ما كان عندنا مشروع وطني مشترك اجتمع عليه الليبيين، ما فيش. كلا دائما الحلول ننتظر فيها من الخارج، ما عادش ننتظر حلول طيب. من الخارج. يعني افهم ما تحمله اسمحي لي سيادة المستشارة، باش يكون الحوار بينج بونج، يعني حوار في طرفين. سيادة المستشارة، يعني انا نقدر كلامك ونقدر حديثك، لكن هل الذي تطرحيه الان انك عندك ثقة في ستيفاني ويليامز، هل المشروع الذي بايدي ستيفاني ويليامز هو المشروع الوطني؟ لا، هو ليس بالمشروع الوطني. أنت قلت هو هذا مشروع وطني. المشروع الوطني يضعه الليبيين، حينبثق من خطة السلام أو من الاتفاق الجديد اللي حينجم من المسارات الثلاثة. يا أستاذ محمد، إحنا ما نحكوش على اتفاق الآن، إحنا نحكو على الخطوة الأولى، حكومة أزمة تحل المشاكل الموجودة، وأهم حاجة دير لنا انتخابات. والقاعدة الدستورية موجودة، الإعلان الدستوري موجود. قال لك معيب الدكتور السيد الحويلي، قال معيب. لا، هو ليس بمعيب، وهو انا احنا ما بنش ندخل توا في تفاصيل ما لهاش دعوه. انا ارجوك خصص لنا حلقه عن الدستور، واحنا نجيبوا من يتحدث اختصاصي كبير في هذا الموضوع. طيب، فخلينا توا، احنا ما بنش نخش في القاعده الدستوريه. طيب، انا في تصوري ان الاعلان الدستوري كافي. نحتاج قانون انتخاب. نعم، نحتاج قانون انتخاب. طيب، ضروري متنا. لكن انت ما جاوبتيش على سؤالي سيادة المستشارة، هل اللجان اللي هو اللجان الحوار والمشاركين تعكس الثقل الموجود على الارض، تعكس المتحكمين على الارض؟ نتمنى ذلك يعني، وهم اغلبهم يعانوا من المعاناه اللي يعاني منها المواطن الليبي، بس انا نتمنى صراحه ان يكون فيها من يمثل الشباب، من يمثل المراه، واهم شيء طبعا من الاسماء، في اسماء كبيره جدا ومتخصصه بارزه، لكن ما ندروش نعرفوا من بالضبط، والناس عندها حق طبعا تستفسر عن ذلك. لكن صدقني سيظل الليبيين يطعنوا في اي شخصيه يتم ترشيحها. انا اكرر للمره الثانيه، نعم اكرر للمره الثانيه، العجب ولا الصيام في رجب، صعبين الليبيين صعبين. في نقطه مهمه جدا يا استاذ محمد. طيب، خليني بس أقول لك إن الحل بدينا إحنا راهو مش بيد التدخلات الأجنبية، لكن التدخلات الأجنبية زادت لأنهم حسوا بأن الليبيين غير مراعين للمصلحة العامة للوطن. يا أستاذي،
الأسماء القادمة سيقال أن الاتفاق الروسي التركي كان سببا وأن هذا الاتفاق الروسي التركي انعكس على المجلس الرئاسي الجديد في هذه الأسماء. وأنا سمعت سعادة المستشار أكثر مرة في هذا المنبر في هذا التوقيت، فقط أنوه للمرة الثانية أن اتصلنا بالمسؤول، أخبرني سونيا شن اسمه، السيد جان علامة وجان عالم بالبعثة الأممية لتوضيح مسألة القوائم المنتشرة ومحاولة استضافتي في عكس التيار في مداخلة قصيرة، ولكن لا رد. أعود مرة أخرى دكتور عبد السلام نصية. دكتور عبد السلام نصية طرحت نقطة في مسألة الوصول إلى طاولة التفاوض. الآن نعرف أن هذا الانقسام العسكري والسياسي دخل في معارك كبيرة. الآن هناك محاولة تفتيت الضفتين، مجلس رئاسي في مشاكل، مجلس النواب منقسم أيضا مع القيادة العامة وغيرها. ولكن الآن أي مقاربة واقعية دكتور عبد السلام نصية بعيدا عن مسألة الحوار، أي مقاربة واقعية مطلوبة الآن لوضع توازن مهما كان شكله في الرئاسي الجديد لإبقاء هذه الدول المؤثرة الآن المتداخلة في ليبيا بعيدا عن المشهد ولو حتى في المرحلة القادمة؟ شوف أستاذ محمد، أولا خلينا يعني احنا مضطرين دائما في كل ما يجينا الدور ان نصححه في بعض الأشياء. أولا يعني للمرة الأخيرة نكرر بأن نحن مناش معترضين على الأسماء اللي في جنيف. أنا شخصيا مانيش معترض، بل بالعكس ما دام ليبيين أنا موافق، وقلت أنا موافق وحتى اللي بيحطوه في المجلس الرئاسي مانيش معترض. تاني حاجة حقيقة لما نقول نحن لا ننتظر حلول من الخارج، ولما نحن نقترح حلول ونقول يا ناس راهو موضوع القاعدة الدستورية مهم جدا وموضوع شرعية الإجتماع مهم جدا، يرفض ويعتبر بأن هذا عرقل الحوار. لما نقول لا والله اللي جاء في برلين وخلاص، ما هو نحن الحلول اللي بنديرها نحن نعرف مقياسنا، نعرف قياس الحل بتاعنا. الإعلان الدستوري ما فيش قاعدة دستورية لانتخاب رئيس، يجيبوا لي منين؟ يعني ليش نقول للناس نبوا انتخاب رئيس، منين نجيبوا قاعدة دستورية في الإعلان الدستوري لانتخاب رئيس؟ بالله يقولوا لي أنا بيها بصراحة. هذه أنا السيد المستشار الدور الجاي لما تكلم تقول الانتخابات الرئاسية وين موجودة في الإعلان الدستوري؟ باش ما نبحثش عن قاعدة دستورية ممكن أنا نكون مانيش عارف، على الأقل نكون مطمئن على الموعد. تاني حاجة يا سؤالك أستاذ محمد بخصوص شنو هي المقاربة اللي تتم الآن؟ للأسف الشديد وأنا نقولها لك بصراحة، ليس لدينا مقاربة إلا الذئاب في مسارات الأمم المتحدة. وأنا قلتها من بداية الحلقة، قلت نقل القضية الليبية إلى أي عاصمة هو اللي يربك فينا وهو اللي يزيد من معاناة الليبيين ويزيد من مشاكلنا أكثر. لما نمشي لدولة معينة ولا نمشي لدولة معينة هذا كله قفز في الهواء. نحن نلتزم بمسارات الأمم المتحدة ونحاول أن نحن كليبيين نصلح من اللي وضع في برلين. اللي وضع في برلين مش 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 قرآن، هذه وجهة نظر الدول. تعرف برلين شي كانت فكرتها أن كان هناك خلاف في مجلس الأمن، فحاول السيد غسان سلامة، وأنا سمعت منها شخصيا، حاول السيد غسان سلامة أن ينقل هذا الخلاف أو يحاول يحل هذا الخلاف خارج مجلس الأمن عن طريق استضافة السيدة ميركل للاجتماع، وجابوا كل الدول المتدخلة في ليبيا وحاولوا يوصلوا إلى أرضية مشتركة ولو في الحد الأدنى. اليوم خرج عنها بعض الأشياء. نحن كليبيين نحن اللي بنموت وأبنائنا، ونحن اللي بتدمر بيوتنا، ونحن اللي بنخطره، يجب أن نحسن من هذه المخرجات إلى أقصى حد ممكن. يعني ما فيش مقاربة، لا مقاربة أمام الروس، لا مقاربة أمام أي دولة أخرى. لا لا لا، شوف المقاربة بأن نحن نحسن هذه المخرجات، يعني نمشي بالتوازي بحيث أن لو أنتجنا سلطة تنفيذية فقط بدون ما نمشي إلى المراحل الدائمة وبدون ما نحل مشكلة وضع توازن مهما كان شكله في الرئاسي الجديد لإبقاء هذه الدول المؤثرة الآن المتداخلة في ليبيا بعيدا عن المشهد ولو حتى في المرحلة القادمة. شوف أستاذ محمد، أولا خلينا يعني احنا مضطرين دائما في كل ما يجينا الدور ان نصححه في بعض الأشياء. أولا يعني للمرة الأخيرة نكرر بأن نحن مناش معترضين على الأسماء اللي في جنيف. أنا شخصيا مانيش معترض، بل بالعكس ما دام ليبيين أنا موافق، وقلت أنا موافق وحتى اللي بيحطوه في المجلس الرئاسي مانيش معترض. تاني حاجة حقيقة لما نقول نحن لا ننتظر حلول من الخارج، ولما نحن نقترح حلول ونقول يا ناس راهو موضوع القاعدة الدستورية مهم جدا وموضوع شرعية الإجتماع مهم جدا،
يرفض ويعتبر بأن هذا عرقل الحوار. لما نقول لا والله اللي جاء في برلين وخلاص، ما هو نحن الحلول بنديرها نحن نعرف مقياسنا، نعرف قياس الحل بتاعنا. الإعلان الدستوري ما فيش قاعدة دستورية لانتخاب رئيس، يجيبوا قولي منين يعني؟ ليش نقول للناس نبغى انتخاب رئيس؟ منين نجيبوا قاعدة دستورية في الإعلان الدستوري لانتخاب رئيس؟ بالله يقولوا لي أنا بيها بصراحة. هذه أنا السيد المستشار الدور الجاي لما تكلم تقول الانتخابات الرئاسية وين موجودة في الإعلان الدستوري؟ باش ما نبحثش عن قاعدة دستورية ممكن أنا نكون مانيش عارف. على الأقل نكون مطمئن على الموعد. تاني حاجة يا سؤالك أستاذ محمد بخصوص شنو هي المقاربة اللي تتم الآن؟ للأسف الشديد وأنا أقولها لك بصراحة، ليس لدينا مقاربة إلا الذهاب في مسارات الأمم المتحدة. وأنا قلتها من بداية الحلقة، قلت نقل القضية الليبية إلى أي عاصمة هو اللي يربك فينا، وهو اللي يزيد من معاناة الليبيين ويزيد من مشاكلنا أكثر. لما نمشي لدولة معينة ولا نمشي لدولة معينة، هذا كله قفز في الهواء. نحن نلتزم بمسارات الأمم المتحدة ونحاول إن نحن كليبيين نصلح من اللي وضع في برلين. اللي وضع في برلين مش 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 قرآن، هذه وجهة نظر الدول. تعرف برلين شي كانت فكرتها أن كان هناك خلاف في مجلس الأمن، فحاول السيد غسان سلامة، وأنا سمعت منها شخصيا، حاول السيد غسان سلامة أن ينقل هذا الخلاف أو يحاول يحل هذا الخلاف خارج مجلس الأمن عن طريق استضافة السيدة ميركل للاجتماع، وجابوا كل الدول المتدخلة في ليبيا وحاولوا يوصلوا إلى أرضية مشتركة ولو في الحد الأدنى. اليوم خرج عنها بعض الأشياء. نحن كليبيين، نحن اللي بنموت وأبنائنا، ونحن اللي بتدمر بيوتنا، ونحن اللي بنخطره، يجب أن نحسن من هذه المخرجات إلى أقصى حد ممكن. يعني ما فيش مقاربة، لا مقاربة أمام الروس، لا مقاربة أمام أي دولة أخرى. لا لا لا، شوف المقاربة بأن نحن نحسن هذه المخرجات، يعني نمشي بالتوازي، بحيث أن لو أنتجنا سلطة تنفيذية فقط بدون ما نمشي إلى المراحل الدائمة وبدون ما نحل مشكلة السلاح، سيظل تدخل هذه الدول معنا وسيظل يتدخل ويفجر أي اتفاق موجود. لكن طيب، لو نحن ضغطنا اليوم وابتزينا نحن العالم، مش العالم هو اللي ابتزنا، وكليبيين وتوافقنا على 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 قرب الوصول او تقليص المرطره للوصول الى المرحله الدائمه والى اسس الدوله وبناء المؤسسات المتينه بتاع الدوله، نقدر تكون هذه مقاربه. طيب، ما هيش رايك مش صعبه، تبي اراده وما تبيش عواقب. لكن هذه الاراده كانت موجوده دكتور عبد السلام في برلين، ولا تنجح السلاح قاعد لعند نهار اليوم يخش. لا لا لا، لعن نهار اليوم الخشمة مانيش عارف، تقول في حرب عالمية ثالثة قادمة. خليني أعرف السيد عذرني دكتور، السيد الحويلي محمد السيد الحويلي ربما استفز بعض حديثك دكتور عبد السلام، ويعني أراه يضحك. أنا بنأكد على حاجة واحدة. أنا نثني على حقيقة، أنا أيد كلامه اللي قاله بخصوص الحوارات 2017، وفعلا وصلنا إلى اتفاق، وللأسف الشديد أفشل دولة الأشخاص ورغبة المبعوث الدولي في الذهاب إلى مؤتمر جامع هي كانت سبب، وأيضا دولة الأشخاص واللي أنا سميتها الأنانية الشخصية المقيتة لأفراد ينعدوا على الأصابع في ليبيا، أفشلوا كل شيء، ورغبة المبعوث الدولي في أن يمشي إلى المؤتمر الجامع ويجتاز فكرة المادة 12 اللي هي كانت لتعديل السياسي. نعم، خليني أعرف السيد الحويلي كان يضحك علي لماذا، يعني في ما الذي استفزه حتى يقهقه ويضحك على هذا الحديث؟ لا، هو أنا عبد القادر الحويلي ديما نضحك، مشكلتي هذه مشكلة مرات حصحت عليها ضربة. لا لا بالعكس، يعني هذا شيء جيد في هذا الزمن الصعب والوعر. سيد عبد القادر، هذا يعني ابتسامة في وجه أخيك صدقة، وأنت تتصدق على الليبيين بهذه الابتسامة الجميلة. لكن السيد عبد القادر بارك الله فيك من ربي، السيدة المستشارة تقول الإفصاح الليبيين صعبين في هذا التوقيت، نبي نعرف منك أنت بهذا التوقيت، عدم الإفصاح على الأسماء والقوائم في هذا التوقيت، هل هو خوف من الليبيين تراه البعثة، ولا خوف من الأطراف الدولية بأن لابد أن يكون لي ممثلين في هذه اللجان والولاءات والانتماءات؟ إما أن العمل هذا، نعم نعم نعم، وأن العمل هذا أن غير صحيح، غير سوي، لذلك يتم الإخفاء أو لمحاولة إنجاح. طبعا نحن نعلم أن
لكل طرف هناك أطراف دولية مؤثرة ويستطيع فعلا إفشال عمل البعثة لدى أراد. ولكن إذا التزمت البعثة بقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة المادة 12 في الاتفاق السياسي الليبي ما تحتاج. أنا الحقيقة المسار الذي أراه صحيح وأحمل فيه زملائي من فريق الحوار هو أن لجنتي الحوار بمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب يجب أن يلتقيا بأسرع وقت ممكن داخل أراضي الليبية ونستطيع أن نفرض على البعثة أنها تلتزم بالاتفاق السياسي والمادة 12 من الاتفاق السياسي. طيب هذه الـ 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 هذه المادة والحديث الآن عن لجان الحوار كما ذكرت لا أعرف إذا كان تعكس بالفعل الأزمة الليبية أم ماذا، ولكن في هذا التوقيت ليس لديكم سيد الحويلي إلا هذا المسار، ويبدو أن الأعداد الممثلة لكم والدوائر في ليبيا ولمجلس النواب الآن ستكون أقلية أمام المستقلين. هناك نظرة أن هذه اللجنة ستكون بمثابة البرلمان الجديد. نعم، وهذا خطأ كبير زي ما حدث في خطأ الاتفاق السياسي أن أسماء أشخاص وضعت في الحكومة وفي المجلس الرئاسي في الإعلان الدستوري أصبحوا. هل ترى هذا عقاب؟ تم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري. سيد الحويلي هل ترى عقابا من البعثة؟ المجلس هذا ليس عقابا، لن تنجح البعثة، لن تنجح ولن يقبل هذا ما أراه. يعني سيرفض من الشعب الليبي وهذا يعتبر ارتهان لسيادة الليبيين أن شخص ما يفرض عليه أسماء يقوده في جسم تشريعي وجسم رقابي. لا أعتقد أن هذا سينجح، سيرفض. طيب. ولكن أعتقد أن البعثة سيتم تصحيح عملها وهناك ضغوط دولية كبيرة عليها هذه الأيام. ربما أنا أعتقد أن حتى حوار جنيف سيتأجل بسبب هذا الخطأ الذي ترتكبه البعثة. لا، هناك حديث أن بسبب كورونا والموجة الثانية ربما سيؤجل، ربما هناك حديث أيضا سيكون عبر النوافذ البسيطة أو الزوم البرنامج، ما نش عارف كيف حيكون 50 أو 80 واحد بيشاركوا. ولكن سيادة المستشارة سؤال دستوري، أنت طلبت بحلقة في هذا الشأن الدستوري سنقدم ذلك، لكن أمام هذا الأمر دكتور عبد السلام نصير يسأل على أي مخرج قانوني ودستوري فيما يتعلق بانتخابات الرئيس كما ذكر. سؤال مباشر لك يا سيادة المستشار. نعم، أنا لم أتحدث عن انتخابات رئاسية، أنا أتحدث عن برلمان، عن انتخابات تشريعية. تأتي ببرلمان جديد، جبلنا حكومة أخرى جديدة ويحترف بها طبعا هذه الحكومة، ونبدأ مشوار اللي هو نستطيع فيه فعلا نرسو أسس بناء دولة جديدة يا أستاذ محمد. أنا لم أتحدث عن انتخابات رئاسية، مازال ما تحدثناش. من هنا أن يطلع دستور ويحسم هذه الأمور وتكون في هناك سيادة المستشارة. يعني سيادة المستشارة عندك علم أن في معلومة ربما عندك وصلت لك، لا أعرف كيف يعني شنو هو الإطار التوافقي أن فيها لجنة فيها أكثر من 80 وفيها 13 من مجلس النواب الدولة، يعني في آلية للتصويت ولا توافق ولا ماذا؟ أنا ما عنديش عليها أي معلومات، لكن ربما لديك تفسير الغموض. وهذا نوع من الغموض، لكن اللي بيصير إن هم كل النقاط اللي أثروهم الأساتذة الأفاضل ضيوفك في هذه الحلقة حتثار، أنا متأكدة كلها حتثار. 80 شخصية كل واحد توا داير ليستا، لكن شنو اللي يصير؟ هم ينزلونهم مشروع ثم يناقش هذا المشروع ويطلعوا بالنتائج. ربما يكون في تحديد للمواضيع يعني حتى لا ياخذ وقت منهم واجد طويل يعني. لا بس انا بنأكد على نقطه. مخرجات برلين يا استاذ، مخرجات برلين اللي هي طبعا وافق عليها مجلس الامن، لم تذكر المجلس الاعلى في ثناياها، لم تذكر المجلس الرئاسي في ثناياها، وراجع النصوص وشوفها. بالعكس هي أخذت بخطة سلامة وأضافت ووسعت سلطات البعثة الأممية، عطتها اختصاص رقابي وعطت اختصاص رقابي اللجنتين شكلتهم، فراهوا
في مخالفات الآن طيب. كثير لكن بدون سيد المستشارة يعني في حلقة ماضية السيد محمد معزب قال أن هذه اللجنة ربما هي التي ستكون كأنها الجسم التشريعي الجديد. لا يعني احنا والله كل واحد حر في تصوره يعني انا انقل لك هذا التصور. لا انا لا اتصور انه هو جسم جديد. لجنه الحوار حتراقب فعلا عمل الحكومه خلاص هذا صحيح يعني حتراقب تنفيذ المسارات حتراقب كذا طيب. تحت مظله ايش؟ مظله مخرجات برلين مخرجات برلين خليني اكمل لك مخرجات برلين حطت اللجنتين هذين طبعا لجنة متابعة دولية هذه عشان تشرف على النتائج اللي تطلع من لجنة الحوار تحت رعاية أممية يحضرها رئيس البعثة ومعاه شخص آخر رئيس آخر من إحدى الدول فهمتني تضع تقرير عن مدى التقدم اللي موجود فهمتني تشوف كل التقدم اللي أحرز تمارس الضغط عند الضرورة تمارس الضغط تقدم مذكرات بالإنجازات المجلس الأمن إذا كان في توافقات تحولها المجلس الأمن طبعا لإصدارها فهذه وظيفتها هذه لجنة متابعة دولية وهذا تقدم جديد في مخرجات طيب. برلين طيب. وفي لجنة أخرى هذه مكونة من 4 مجموعات هذين خبراء فنيين طيب. هذولا يجلسوا مرتين في الشهر وخبراء هم طبعا شنو يعالجوا العقبات اللي تحترز طيب سيادة المستشارة التنفيذ. نعم يبدو لديك الكثير حول هذه اللجنة القادمة أو لجنة الحوار ولكن سنتركه مع الأيام حبلة بالكثير وربما هناك كثير من الأحداث سنستضيفك فيها لكن الآن أعود مرة أخرى دكتور عبد السلام نصية دكتور عبد السلام نصية يبدو لديك رد فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وما ذكرته سيادة المستشارة نعيمة جبريل ولكن هذه الكلمة قيلت أن هذا الحل الوحيد اللي عندكم وفي مشروع ستقدم البعثة للنظر فيه يخص رئيس ونائبين والمرحلة الانتقالية تفضل دكتور يعني أنا هذا اللي كنت أخشاه بصراحة والمستشارة قالتها بكل صراحة أنا كنت أخشى ما أخشاه أن, 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 أن نمشي إلى مرحلة انتقالية جديدة ونحكي على برلمان جديد فقط يعني وكأن نحن ما خدناش درس من أن كان عندنا مؤتمر وطني وكان عندنا مجلس نواب والتجربتين ما وصلوناش ما نبيش نقول فشل لكن ما وصلوناش إلى المرحلة الانتقالية ما وصلوناش إلى المرحلة الدائمة كانت الخطأ الكبير الكل يجمع الآن بأن أكبر خطأ حدث في الإعلان الدستوري هو عدم وجود رئيس اليوم معاشر ضحك علينا مرة ثانية وهذا لأن اللي ندافع عن أجله ونوعي في الناس ونحكي اليوم لابد أن نصل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية من يتحدث عن انتخابات برلمانية فقط هو يتحدث عن استمرار الفوضى فوضى السلاح فوضى الفساد فوضى الحكومات اللي لا يمكن التحكم فيها فوضى كل شيء لأن المشكلة وين عدم وجود رئيس يعني عدم وجود شرعية للسلاح يعني العملية مربوطة ببعضها ونقدر نشرحها طويلا المشكلة احنا خدعنا بهذه المسألة من البداية دخلنا في مسألة برلمان تشريعي سيادي ولعنده الصلاحيات السيادية والصلاحيات التشريعية والرقابية لكن ما يقدرش يبني دولة لأن القيادة الجماعية خطيرة القيادة الجماعية أثبتت أنها لا يمكن أن ما تبني مؤسسات قوية ومؤسسات دولة وسيظل السلاح منتشر وستظل الفوضى وستظل الفساد نتيجة لوجود هذه القيادة الجماعية لكن نحن نحتاج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مرحلة جايك رئاسة كيف ما تتمنى وكيف ما طلبت سيد الدكتور عبد السلام رئيس ونائبين لا هذه رئاسة هذا مؤقتا هذا قبلناه على مدد لأن أحسن من عدم وجود رئاسة يعني نحن فرحنا بمقرات فبراير وتمت المعالجة ليش انتخب مجلس النواب وكانت طيب. في مقرات فبراير يا رئيس طيب. كانت في معالجة لكن احنا اليوم نقولوا حتى رئاسة بثلاثة أفضل من عدم وجود أشكرك. رئيس مرحلة أولى لكن نمشي لمرحلة نهائية أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد السلام نصية عضو مجلس النواب حدثتني عبر سكايب من الزنتان كذلك من طرابلس العاصمة الليبية أشكر السيد عبد القادر الحويلي صاحب الابتسامة عضو مجلس الأعلى للدولة شكرا جزيلا لك وأيضا سيادة المستشارة نعيمة جبريل عضو لجنة الحوار سابقا ونعرف ربما تكون في المستقبل في هذه اللجان حدثتني عبر زوم من القاهرة العاصمة المصرية مشاهدينا الكرام وصلنا ختام عكس التيار لهذه الليلة حوار جنيف المهمة صعبة استمعت بالنقاشات وخانة الغموض لنعرف ما الذي سيقدم في جنيف في أكتوبر القادم محمد زيدان أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء